كان من المقرر أن يكون هذا المبنى فندقاً وسط بعقوبة، لكنه استخدم مستشفى للنساء والأطفال نهاية القرن الماضي لتبقى ديالا خالية من الفنادق منذ ذلك الحين، ما يجبر المسافرين إليها أو عبرها على المبيت في فنادق بغداد أو كركوك. أما الوفود والرسمية القادمة إلى المدينة فيتم استضافتها سابقاً في دار ضيافة تابع للحكومة المحلية قبل أن يتحول إلى مركز لحجر مصابي كورونا. ورغم ذلك فإن قطاع الفنادق يشهد عزوفاً من قبل المستثمرين الذين يعدونه خاسراً لا يحقق أرباحاً بحسب الحكومة المحلية. الوفود والزائرين اللي يحضرون من خارج ديالة ممكن أنه مسافة قصيرة يوصلون إلى بغداد، فهذا يخلي المستثمرين يعزفون عن إنشاء فنادق جديدة. غياب قطاع الفنادق في ديالة دفع شبابها من طلبة كليات الهندسة إلى تصميم فنادق سياحية في المدينة. حمزة مرهون واحد من بين ما يزيد على 20 طالبا في كليات الهندسة قسم العمارة، جعلوا مشاريعهم للعام الدراسي الحالي تصميم فنادق بمواصفات عالمية حديثة، وطرحوها لتكون واجهات سياحية تمثل بعقوبة. فتصميم حمزة يجسد زهرة البرتقال الذي تشتهر به المدينة. قدمنا حوالي 25 مشروع فندق في محافظة ديالة، يعني وبأفكار مختلفة وبمواصفات عالمية وبحداثة وبما يناسب الثقافة الموجودة في المنطقة التي يمكن تنفيذها إذا يعني حصلت مثلا تطوير، حصلت دعم. ويعتزم حمزة ورفاقه خلال الفترة المقبلة طرح مزيد من التصاميم الهندسية الحديثة لمباني جديدة في ديالة، كمستشفيات ومقرات حكومية ومرافق ترفيهية وسياحية، بهدف دعم التخطيط العمراني للمدينة وفق مواصفات عالمية. في كل مرة تؤكد الجهات الرسمية أنها مستعدة لاحتواء الكفاءات المحلية ونتاجاتها. ترى هل ستحظى تصاميم مهندسي ديالة الآن باهتمام الحكومة من أجل تطويرها وطرحها للتنفيذ والاستثمار في المستقبل، أم سيكون مصيرها طي النسيان؟ علي العنبقي يو تي في ديالة.